مدينة الإرث والتراث التاريخي الإنساني، مدينة الحركة الوطنية، ونحن بجوار المكان الذي دونت فيه النسخة الأولى من عريضة الاستقلال، مدينة فاس، مدينة السياحة، مدينة الحضارة، مدينة العلم، مدينة الثقافة. مدينة فاس اشتهرت برشادتها خاصة من مدينة فاس، من جامع القرويين ومن ثانوية مولى إدريس، هاتين المعلمتين اللتين أنجبتا المئات بل الآلاف من الكفاءات والأطر. أخواتي إخواني، نتواجد في المدينة العتيقة، مدينة الوعي السياسي. نلتقي بكم ونحن واعون ومدركون أنكم تتفهمون وتدركون الواقع السياسي والواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي والواقع الرياضي والبيئي والواقع الأمني الذي تعيشه مدينة فاس كغيره من المدن المغربية. مدينة فاس، مدينة فاس أنجبت رجالا عظام، وأحد هذه الرجالات الكبار الأجلاء والأعزاء وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الجرار المناضل الكبير عزيز القبار. هذا الإنسان العصامي، هذا الإنسان العطوف الحنون، هذا الإنسان الذي نشأ وترعرع وكبر في مدينة فاس، فاس تجري في دمه، فاس تجري في عروقه، فاس تجري في وجدانه، فاس تجري في ذهنه. إنسان ضحى بأمواله من أجل الاستثمار في مدينة فاس. من يستثمر في فاس معناه يبحث عن حلول للشباب من أجل إقلاعهم من البطالة ومن التخرج. ليت فاس، ليت فاس كان فيها 14 من النبارات لاستطعنا أن نقضي بشكل كبير على ظاهرة البطالة. ناهيك عن الأعمال التي يقدمها الأخ عزيز القبار لكافة المواطنين، لكن شخص واحد رغم ما قد يملكه من أموال من ثروات لن يستطيع وحيدا أن يقضي على مشاكل مدينة فاس. مشاكل فاس كمشاكل جزء من مشاكل الوطن. هنا اسمحوني أن أتوقف عند التجربة الحكومية التي أوصلت بلدنا إلى ما هو عليه الآن. لا تحتاجون لأن أقول لكم بأن نسبة البطالة قد ارتفعت، لا تحتاجون بأن أن أقول لكم بأن واقع التعليم قد تأزم وتدهور بشكل كبير. قلت في مناسبات كثيرة، القسم دابا فيه 66 كي غيدير المعلم والأستاذ، في الجامعة كاين 600 فرونفيك كي غيدير هاد الدكتور، في المستشفى 10,000 مريض لطبيب واحد، في فرنسا 200، في فرنسا 200 مواطن لطبيب واحد. نفس الشيء بالنسبة لظاهرة التشغيل، مدينة فاس كغيرها من المدن باستثناء جهتنا، جهة طنجة الحزيمة التي يترأس أمينها العام
الأخ إلياس عمري جهة طنجة الدول الحزيمة. هذا المناضل الصبور، المناضل الصمود الذي لا يتكلم كثيرا ولكنه يشتغل كثيرا. لقد جلب استثمارات جمة وكثيرة من الصين، واستطاع أن يوفر للجهة أكثر من 350 ألف منصب شغل. هذا ما نريده من رؤساء الجهات الأخرى. ناهيك عن التملص وعن العجز الحكومي، في برنامجنا أكدنا أن الحصيلة الحكومية الحالية ضعيفة. نحن لا نشتم، نحن لا نسب، أخلاقنا فوق السب والشتم. تربينا على إلقاء الكلمات بأخلاقية عالية، ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم، وهذه لحظة تاريخية، راه ماشي نلعب، هذه لحظة تاريخية لشعبنا بشكل عام ولمدينة فاس بشكل خاص. هل تقبلون أن تستمر هذه الحكومة التي كرست الفساد، كرست الاستبداد؟ سيد الكرام، لما جاء قال عدلت المسيح العفاريت، قال عدل الفاسدين، قال عدل المستبدين. قلنا له الله يجازيك بخير، انت رئيس حكومه وعندك وزير العدل، اي فاسد لتاكل رزق عباد الله، اي فاسد لتجعل رشوه، اي فاسد لترجع لمحسوبيه، راه عندك وزير العدل خصو يتحاكم. وتنقولوا له بالنسبه لينا، لهذا ما يبقاش منا ومواطنينا ما يستحقوش هاد الحكره. بلادنا مواطنين ومواطنات تيصبروا وحنا تنصبروا. ولكن اخواني الحاضرين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حقيقه كما شار الاستاذ حيت وطنودا الأصالة المحاصرة، حتى واحد النسبة مئوية ديال النبدة على عبد الربي الضعيف. حقيقة حنا اليوم تنتواجدوا في المدينة العتيقة اللي انتم عارفين ربما أكثر من الأستاذ حيت، وربما عارفين أنا عبد الربي أكثر من اللي تنعرف على نفسي شخصيا، وهذا افتخار كبير، وخاصة السميح قبل أن نأخذ الكلمة تنحب استفالين عضو كتب سياسي ورئيس ديال الأصالة المعاصرة ويعتبر واحد من دار واحد الكلمة وراء مراته وفرح كبير من عميق القلب ديال المواطنين والمواطنات ديال فاس المدينة العتيقة لكل شيء كانت يعرف ان شاء الله بحول الله هي اللي غادي تجيب الاغلبيه الساحقه ان شاء الله ديال الاصوات، واخا الاصوات نسبيين مقارنه مع الدوائر اللي هي كبيره اقل، ولكن ما بقاتش في العدد كثير، بقات في الجوده. فانا جد فخور ونعطي الكلمه، ولكن ثم ياخذ الكلمه انا اطمئن غادي نقول ان شاء الله بقدره السميع علي وعلى يديكم وبيكم وعن طريقكم ان شاء الله غنجيبو معاك غير مدينة واحدة، وتنتحداو العالمي، تنتحداو العالمي، قدرة السميع العالمي. شكرا فالكلمة الأستاذ تبر الأمهر. Thank you.
الحاضر في المستقبل. إذا نتعدي المدينة ماشي بحال ما قاعد نفرق. وكنبغي نقول الساكنة ديال المدينة على أن هذه الانتخابات ماشي بحال الانتخابات اللي فاتت. هذه انتخابات مختلفة جدا. هذه الانتخابات هي اللي غتأسس المغرب آخر. المغرب ديال الاعتبار للأصالة ولكل ما هو أصيل وخصوصا الأذون العتيقة. اللي ما عندوش المدينة العتيقة هو التاريخ المغربي. واللي ما عندوش تاريخ البلاد اللي ما عندهاش تاريخ ما عندهاش مستقبل. ولكن باش نحصلوا المستقبل ديالنا خصنا نردوا الاعتبار للمدينه العتيقه. Thank you.